المؤسسة الوطنية للنفط والقابعة تحت ضغط وسيطرة الميليشيات. يصدر رئيسها مصطفى صنع الله بيانا مفاده أن إيرادات النفط لن يتم إيداعها في المصرف المركزي بطرابلس، بل سيتم إيداعها في نفس حسابات المؤسسة. بيان متناقض لما صرح به من قبل، حيث يذكر أن صنع الله قال في وقت سابق أن الإيرادات لا تودع في حسابات المؤسسة بل في مركزي طرابلس. تصريحات صنع الله جاءت بعد قرار تفويض القبائل للقيادة العامة ومجلس النواب، والذي يقضي بإعادة توزيع الحصص على كل المدن بطريقة عادلة وضمان عدم وقوعها في أيدي الميليشيات. لهذا السبب أصدر صنع الله هذا البيان مواليا فيه الميليشيات التي تهدده دوما، خوفا من أن يقطع عنها وعن حكومة السراج التمويل، متناسيا ما قاله سابقا بأن المؤسسة لا دخل لها إلا بالبيع، أما العائدات تذهب للمصرف المركزي وليس له أي اختصاص بها. كل هذه التصريحات الصادرة عن ضغط الميليشيات لا تضمن بأن يتم التوزيع العادل لثروات الليبيين، بينما تضمن وقوعها عند من يستغلها في القتل والنهب.